السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة وضيف جديد من برنامج كلمة فاصلة. عشان الحياة الزوجية تستمر وتكون مبنية على السعادة والفرح والهنا، لازم تكون مبنية على أسس صحيحة. إيه هي الأسس دي وإيه هي العلاقات الأسرية؟ ده هنعرفه مع ضيفتنا النهاردة وحلقتنا النهاردة. ضيفتنا هي دكتورة إيمان ربيع، استشاري تربوي وأسري وأخصائي أخصائي تعديل سلوك. أرحب بضيفتي. أهلا بحضرتك دكتورة إيمان. أهلا وسهلا بحضرتك دكتورة إيمان. زي ما حضرتك سمعتيني كده، دايما دلوقتي المشاكل الأسرية بتزيد ونسب الطلاق كمان بتزيد. عايزين نعرف مشاهدينا إزاي نتغلب على المشاكل الزوجية، إزاي نبني أسس وعلاقات زوجية صحيحة. طبعا يعني في البداية بشكر قناة الصحة والجمال واشكر حضرتك وعلى برنامجك. طبعا حضرتك بتتكلمي عن موضوع مهم جدا، ويمكن دلوقتي فعلا زي ما حضرتك قلتي نسب الطلاق عالية جدا، خاصة في السنة الأولى من الزواج، وده بيكون ليه عدة أسباب. أولها هو أنه أنا اتجوزت ليه؟ يعني السؤال دايما اللي اي مفروض بنت او شاب هيبداوا حياتهم الزوجيه يسال نفسه، هو داخل المشروع ده ليه؟ هو فكرك ان في الزمن اللي احنا فيه دلوقتي يا دكتور، البنات لما بتيجي في المرحله دي او الشباب بيقولوا احنا هنتجوز ليه ولا عايزين يفرحوا خلاص؟ عايزين يفرحوا خلاص. يعني ده للاسف طبعا. الفرحه مش وحشه، واكيد كل الاب وام واي بنت واي شاب عايز يفرح، ودي ما فيهاش اشكاليه في الموضوع ده. لكن قبل من الموضوع ما يتبني على ان انا افرح واعمل فرح وهاني مون والكلام ده، لازم الاول ابقى فاهم انا داخل على ايه. يعني أنا داخل على حياة، وحياة مستمرة إلى أن يشاء الله سبحانه وتعالى. لازم تبقى مبنية على أسس، مبنية على حتى أسباب وأهداف عندي أنا شخصيا. أنا عايز أتجوز ليه؟ الشاب عايز يتجوز علشان مجرد بس أنه يلاقي حد بيطبخ له ويغسل له ويعمل له يعني كل متطلباته، والبنت عايزة بس تلبس فستان فرح وتروح شهر عسل، أو أنه مش عارف تخرج بقى زي ما هي عايزة، ما يبقاش في قيود عليها. الحرية، فاكرة أن هي هتاخد بقى حريتها بعد الجواز وهتعيش اللي هي مش عايشة في بيت باباها ومامتها. بالظبط كده. لكن هي المشكلة في مش ده، أن الحياة لازم يبقوا فاهمين هيبقى فيها دول في الأول، لكن بعدين لما بقى خلاص احنا بقينا عندنا بيت، عندي مسؤوليات، في شخص ما ربنا ادالك او هيوهب لك امانه عنده، امانته اللي هي انت هتشيل امانه بنت طالعه من اسرتها وهيحملها لك باباها مسؤوليتها. فانت لازم تكون كشاب قد المسؤوليه دي، وكبنت لازم تكوني مقدره ان انت هتكوني مش بس زوجه، انت هتكوني زوجه وبعد شويه هتبقي ام، وهتبقي انت المسؤوله عن سعاده البيت ده. يعني على قد ما يكون الراجل هو الليدر او القائد اللي بيدير او بيضع الاسس ازاي انا همشي في البيت، ازاي هتعامل، ازاي الحياه هتبقى موجوده، لكن مين اللي بيدير بقى المنزل داخليا؟ هي الام او الزوجه. فهي دي الفكره اللي لازم كل بنت وكل شاب يسال نفسه، انا بتجوز ليه؟ طيب خلاص عرفت، تو ما انا قدرت اوصل انا بتجوز علشان ابني حياه جديده وابني اسره، ويبقى عندي اسره قائمه على يعني زي ما بنقول كده. تخيلي حضرتك ان ناس بتعمل شركه مع بعض، اذا ما كانش كاتبين عقود مناسب، العقد مناسب ببنوده كلها، ودراسه جدوى جيد للمشروع. بالظبط كده، دراسه جدوى وبنود متوافق عليها من الطرفين، الشركه دي مش هتقوم. لو ما كانتش الاسس دي موضوعه بشكل صحيح، هتقوم شويه وبعدين هتلاقيها مع اول مشكله هتحصل او اول عقبه هتقابلهم، هتلاقيهم وقفوا مش عارفين يتصرفوا. فهي دي اللي احنا بنتكلم فيه. طيب علشان انا اوصل لعلاقه بين الرجل والمراه تكون ازاي كعلاقه زوجيه، لازم اول حاجه وعلاقه اسريه ناجحه. مظبوط. طيب اول حاجه هتبقى مبنيه على القبول. رقم واحد عندنا القبول. مش بالضروره ابدا، ومش كل الزيجات الناجحه هي مبنيه على قصص حب عنيفه يعني. مش بالضروره يحدث الحب من الاول، ولكن اهم حاجه يبقى فيه قبول. القبول ده بيترتب عليه ان انا ابقى متقبل الشخص او الطرف الاخر بعيوبه قبل مميزاته. يعني كده اما يجي العريس او بختار بنت كشاب، يعني اشوف كده، عشان كده ربنا او الشرع
حل المقابلة الأولى، وإنه أنا أقعد معاها في حضور أهلها والكلام ده، بحيث إن إحنا يبقى في نقاش، يبقى في حوار، إن أنا أفهم شخصية اللي قدامي. خلاص فهمته، كل واحد فينا عيوب، ما إحناش كاملين، وفي عيوب قاتلة لا يمكن. وأكيد من القعدة دي أو من قعدة التعارف السيدة مننا والرجل برضو من بعض الكلمات اللي بتطلع ما منهم والحوار اللي بيدور بيفهم شخصية الآخر. أيوة. أهم حاجة بقى إني أنا ما يعني إيه ما جملش الكلام وأبان بشخصيتي الواضحة الحقيقية. يعني مفيش داعي إن إحنا نتجمل، بالذات في فترة الخطوبة. يعني اوكي، مطلوب الكلام الكويس، مطلوب المظهر الحلو، مطلوب الاستقبال الكويس، لكن مطلوب كمان اني انا اتكلم في كل مواضيع الحياه العامه عشان افهم الطرف الثاني. من خلال نقاشي مع حضرتك انا هقدر افهم شخصيتك، اقدر بتفكري ازاي، هتتصرفي ازاي، على اساسها هبتدي اعرف ايه العيوب وايه المميزات. ويمكن دي ده السبب الاساسي في العلاقات اللي هي مش ناجحه، اللي فيما بعد السنين الاولى من الزواج يجي اختلافات بقى. ليه؟ لان فتره الخطوبه ما ظهرتش او وضحت على الحقيقه نفسها. بالظبط، فتره الخطوبه كانت فتره تجميليه للكل. هو بيجمل في نفسه علشان الزياره اللي كان بعد كام يوم او كل كام يوم او كل اسبوع، وهي بتجمل في نفسها اليوم ولا الساعتين ثلاثه اللي هو بيقعدهم. وبعدين بينسوا ان احنا فجأة هنقعد مع بعض في بيت واحد 24 ساعة، بشوفه في كل احواله وهو بيشوفني في كل احوال. يعني بشوفه وهو صاحي من النوم وهو مش حالق دقنه. ونفس الكلام هي كمان او انا كمان بشوفها في كل احوالها، فانا لازم اكون متقبلها بكل ده. طيب في عيوب بتكون. لا، والاهم كمان يا دكتور معلش بدون اقطع كلام حضرتك، اوقات العصبيه لما يعني اكون انا متضايقه هل هيتحملني، هو متضايق هل انا هتحمله. بالزبط. ودايما بتبقى التراكم في العلاقه الناجحه على السيده اكتر، انا بحسها كده. بصي، هي انا دايما عندي مبدا حتى في محاضراتي اللي بقولها، مفيش علاقه في الحياه ابدا، مش بس الزواج، بتقوم على شخص على شخص واحد. لا بتنجح بطرف واحد ولا بتفشل بطرف واحد. لازم احنا الاثنين نكون بنقوم العلاقه دي. ما ينفعش ابقى انا بديلك كل الود والحب والاحترام وحضرتك بتقابليني بنفور او برفض للكلام ده والعلاقه تنجح، والعكس صحيح. فمش ممكن يكون العلاقه مبنيه، ممكن يكون في واحد عليه العبء الاكبر. يعني عليه العبء الاكبر اللي هي عاده، وده بفعل فطره ربنا سبحانه وتعالى اللي خلقها للبنت، ان هي ام بالفطره عاطفيه، فلازم تحتوي ولادها وتحتوي جوزها قبل اي حاجه. فبنلاقي ان اداره البيت عاطفيه هو بيكون على المرأة أكتر. زي ما ربنا ميزنا احنا في بيتنا كسيدات بنربي وبنقعد وبنشيل ربنا اهتمامات ملكات معينة. مظبوط. والراجل عليه برضه، وان هو يوجد متطلبات بيته، يوفر الحياة الكريمة لأسرته. وده الحاجة اللي ربنا اداها له، واداله مقومات تساعده على ده. كمان المرأة ادالها مقومات تساعدها على انها ازاي تدير الحياة داخليا داخل البيت. فالقبول ده مهم جدا، اتقبلك بكل ما فيك وبعيوبك قبل مميزاتك. ليه؟ في نظرية كده انا جدا مؤمنة بيها، انه الولاد مرحلة وسطية في الزواج. يعني اذا انا مش متقبلة الشخص اللي قدامي بعيوبه من قبل مرحلة الاولاد، لانه كتير من الازواج دلوقتي والزيجات، ويمكن ناس كبار في السن، بتوصل انها تيجي تقول لك انا عايش عشان خاطر الولاد، او انا عايش عشان خاطر الولاد. كلمه شائعه جدا وما ينفعش. ليه ما ينفعش؟ قد ما دلوقتي حالات الطلاق في السنه الاولى من الزواج كترت، دلوقتي حالات الطلاق فيما بعد ما الولاد كبروا، لا وكبروا وبقوا كبار وشباب، خلاص انا كبرت اولادي، خلاص كبرت اولادي، انا هتطلق. تخيلي بقى بعد 20 25 سنه جواز، واحده بتفقد حياتها كلها، خلاص انا هتطلق. ليه؟ انا اللي كنت عايشه عشانهم كبروا خلاص واعتمدوا على نفسهم، وانا كده ما بقاش عندي دور مهم. طب هي دي بقى المشكله، انت ما قدرتيش لا انت ولا هو تتقبلوا الحياه قبل الولاد. طيب بعد الولاد، بعد سنين العمر ما عدت، الانسان بطبيعته بيبتدي يبقى ملول، بطبيعته بيبقى خلقه ضيق، حاجات كده. فخلاص بيجي وقت بقى اللي هم المرحله الاساسيه اللي هم عاشوا طول عمرهم عشانها، اللي هي مرحله الاولاد، انتهت، فخلاص مش قادرين يقبلوا بعض. فده مهم جدا، الموضوع القبول بالعيوب وبالمميزات. انا هقدر اشوف في الشخص ده هكمل معاه بالمميزات والعيوب دي ولا لا. في عيوب قاتله وبتبقى باينه من الاول، ما ينفعش اكمل بسببها.
يعني الرجل الكذاب مش ممكن، الرجل البخيل مش ممكن. خلينا نقول الرجل والسيده طبعا، يعني الاثنين احنا ما بنتكلمش على واحد بس عشان ما نبقى منصفين يعني. صح. العيب ده سواء في الرجل او في المراه. تمام. ففي حاجات لا قاتله مش هتنفع، في حاجات اخلاقيه، في حاجات سلوكيه مرفوضه تماما ولا يمكن ان الانسان يتحملها. لكن مثلا الرجل العصبي او المراه عصبيه، الراجل شويه كلامه قليل او هي كلامها قليل، حاجات ممكن نعديها بالظبط، ممكن مع الوقت تتعدل، وممكن مع الوقت لما يكون في مميزات اكتر تخليني اتحمل العيب ده طالما ما هوش مضر قوي ولا يعني هيعمل لي مشكله كبيره، الامور برضو بتعدي. ده اول حاجه في ان انا لازم العلاقه تقوم ازاي ما بين الرجل والمراه. طيب حاجه تانية ودي المهمه جدا، الاحترام. اكيد الاحترام لازم يبقى فيه حدود، دي جدران الحياه الزوجيه. أيوة. اعمده أعمدة، مش بس الحيطان، مش بس الجدران، دي الأعمدة عارفة كده زي أساسات العمارة اللي بتتبني. إذا الأساسات مش سليمة، إذا مش ما فيهاش، هينهار. هينهار مهما قعد، هيجي عليه وقت وعمره الافتراضي هينتهي بدري. ليه؟ لأنه ما فيش حاجة قوية يعني دعائم يرتكز عليها. دايما يبقى بين الزوجين كده في مرجعية، زي ما بيقولوا في تاريخ. التاريخ ده لازم يكون تاريخ مشرف، يعني يبقى كده انا لما اقعد كده وزعلانه منه جدا ومتضايقه جدا وعمل موقف مضايقني، بس افتكر الحاجات الكويسه، افتكر التاريخ الكويس. نفس الكلام هو اما يقعد يبقى متضايق مني من موقف معين او مشكله حصلت، بس يرجع دايما ايه مرجعنا؟ هو التاريخ الكويس اللي بيننا وبين بعض. زي ما نقول ايه، لا دي بنت اصول، بيرجع لتربيتها. بالزبط. زي كده بالظبط كده. احنا بنرجع لايه؟ لا دي عملت معايا ووقفت جنبي وفي بدايه حياتنا وبنينا نفسنا وي وي وي، دي كلها امور بتخليه يرجع تاني يتغاضى عن الاساءات، يتغاضى عن الموضوع ويبداوا يحلوا مشكلتهم. هي كمان تقول لا ده وقف معايا في كذا وعمل معايا كذا وكان ليه موقف كويس في كذا، تبتدي الكلام ده يرجعها. انما لو ما فيش بقى تاريخ مش هتلاقي حاجه. طب وانا ايه اللي هيخليني اتحمل؟ ايه اللي هيخليني كراجل او كامراه، ايه اللي هيخليني اتحمل؟ لا خلاص هي ملهاش حاجه عندي، مفيش حاجه تخليني، ما بفتكرلوش حاجه كويسه. تمام. دايما بحط السيء للتاريخ اللي حصل. بالظبط كده. فاهم حاجه من ضمن الحاجات اللي المفروض تكون موجوده في التاريخ ده هو الاحترام. يعني من حضرتك او من كلام حضرتك فضل. اللي هي اسس العلاقات الزوجيه. طيب ازاي بقى نبني او ناسس علاقه زوجيه ناجحه؟ علاقه زوجيه ناجحه زي ما قلت لحضرتك اهمها القبول، تكون انا متقبلك، بحترمك جدا وبحترمك كانسانه او كانسان قبل ما تكوني زوج وزوجه وراجل وست والكلام ده. كمان يبقى في باب للحوار ما نقفلوش، والحوار يكون ليه اداب، يعني يكون في كده فن في الحوار. مش مثلا جاي متضايق مخنوق من شغله، حصلت مشكله عنده في مكتبه النهارده او ايا كان، وعندي مشكله انا في البيت. طيب هل ده وقت مناسب ان اول ما يدخل من الباب اقول له ده حصل وحصل واطلع كل المشاكل؟ هيبتدي يثور وهو جاي متنرفز وزعلان، المشكله هتبقى مشكلتين. المشكله هتبقى مشكلتين. انقي الوقت اللي انا هتكلم فيه في حاجه. مهم جدا الوقت، مهم جدا الحالة النفسية اللي الطرف التاني عليها. ما ينفعش يبقى هو مضغوط، ما ينفعش يبقى أنا شايفها مضغوطة جدا في شغل البيت والولاد والمذاكرة والمش عارف إيه، وممكن تكون كمان بتشتغل وأنا أضغط عليها في حاجة أو نتكلم دلوقتي في حاجة. لا نستنى. طيب اتكلمنا، وبعد ما اتكلمنا ما وصلناش لنقطة وسط في الحل، وبدأنا صوتنا يعلى أو بدأنا تحصل مشكلة كبيرة وبعدنا عن الموضوع الأساسي، لازم الطرف يتراجع أو يقف. يقف. هي الأفضل الأفضل إن إحنا هنوقف كلام دلوقتي. إحنا لحد هنا هنقف نستنى شوية، لما نهدى نرجع نتكلم تاني. أو يكون في وقت بقى مناسب، خلاص كده المشكلة كبرت، خلاص إحنا المشكلة كده عدينا النقطة الأساسية. يبقى لا والله إحنا واحد فيهم لازم ينهي لحد هنا. إحنا طب خلاص إحنا ممكن نقف لحد كده ما نتكلمش، ولما نهدى نرجع نتكلم تاني ونفتح الموضوع مره تانية. ده مهم جدا علشان حل. بالظبط. لان طول ما انا منفعل انا مش عارف افكر. وهنبص نلاقي المشكله بدات تاخد منحى تاني خالص واتجاهات تانية خالص، وكلمه منك على كلمه من الطرف الاخر تشعبت المشكله، وما وصلناش برضو للحل للمشكله الاساسيه. فاهم حاجه الحوار ما بين الزوجين يكون مفتوح، الصراحه والوضوح.
كمان زي ما حضرتك يعني تفضلتي في الاول خالص قلتي التراكمات دي بنسميها امانه، يعني الامانه في التعامل. انا ما ينفعش يعني يبقى في موقف حصل من الزوج واعمل نفسي ان انا عديته وهو جواه لا، وافضل موقف على التاني على التالت لحد ما تبقى بركان، وعلى اقل هفوه هتلاقي البركان ده انفجر وصار، وساعتها يتقال ايه ده من مشكله بسيطه. من بسيطه ليه؟ عشان كان في تراكم، عشان في تراكمات. لا دي كده اسمها عدم امانه في التعامل. لا ليه ما نبقاش والله انا استاذه مها حصل موقف كذا، معلش احنا لازم نتكلم فيه عشان ما نقعدش نبني حاجات ونبني جدران، لان كل موقف لا يغلق او ما يتصفاش اول باول هو بيبني عندك حته من حيطه كبيره هتفضل سد ما بينك وبين الزوج. فدي مهمه جدا الامانه ايضا في التعامل والوضوح في التعامل، الصراحه جدا يعني يكونوا فير في التعامل على الاقل، علشان كل ما كانت الحياه مبنيه على الوضوح وعلى الصراحه كل ما كانت انجح وكل ما كانت افضل. كمان اتقبل الشخص الاخر زي ما قلنا كما هو، كما هو، ما فيش حاجه اسمها لما هتجوز هغير فيها كذا، ما فيش لما هتجوز هخليه يبقى كذا، ما فيش حد بيتغير عشان حد. ممكن انا اتغير عشان انا حسيت ان انا لازم اتغير، لكن انت تغيريني بالعافيه لا، لا هيكون عندك امل انه بعد الجواز مش عارف هيحصل وهيحصل، لا مفيش حاجه هتحصل. فانت والله عشان كده العيوب اللي تقدري شايفاها ان هي تعدي في اول مرحله بالزبط من دخول المشروع او العلاقه الزوجيه بالزبط. ماشي، ما لقيت ان في عيوب ما ينفعش ان انت تتكلمي فيها بعد الزواج خلاص دي انا هتكلم فيها دلوقتي. هتكلم فيها دلوقتي والله وصلنا لحل يبقى تمام الحمد لله، ما وصلناش لحل يبقى واحنا لسه زي ما بيقولوا على البر افضل بكتير. انما ان انا اقول ان انا لما نتجوز هغير فيها لا، لانه في الاخر الطبع يغلب التطبع، مهما الانسان حاول يتغير او يبين حاجه مش في حقيقته مصيره في يوم وهتظهر الحقيقه دي. طب في وقتها بقى هيكون الوضع ازاي والحياه هتبقى ماشيه ازاي والحل هيبقى ايه؟ هنا بتحصل المشكله. يبقى مهم جدا ان انا اتقبل الطرف الاخر كما هو. عارفه كمان يا دكتور لما حضرتك ذكرتي وتفضلتي مشكورا ذكرتي جزئيه اني مثلا لما بتيجي بقى تتحمل ويبقى في تراكمات وتقول خلاص انا مش هعيش الا عشان الولاد وبعد ما الولاد يكبروا يحصل موضوع الانفصال، طب ما هو ده لو اي حد من المشاهدين شايف ان ده حل من الحلول عشان الولاد تكبر ما بين الاب والام، لا ده بيسبب لهم عقد نفسيه وبتاثر في حياتهم بالزبط بعد كده. بالظبط، لان انت دلوقتي حضرتك لما بتكوني في بيت انت مش عايشه دلوقتي لوحدك انت وهو، بقى في ولاد ودلوقتي الاولاد بيدفعوا ثمن حياه اسريه غير مستقره. تبص تلاقي بقى عنده الولد او البنت عنده حاجه من الاثنين، يا اما يبقى معقد ويبقى طالع خايف من الجواز وخايف يتجوز، لربما البنت تبقى خايفه انها تعيش تجربه مامتها في اب متسلط او اب عنيف او حاجات من هذا القبيل. طيب او الولد يبقى برضو نفس الكلام خايف يقبل على الزواج لانه مش عايز يعيش حياه الاب الضعيف اللي كانت الام هي المسيطره في البيت، او انه يعيش في مشاكل وخناق وانه يجيب ولاد يسمعوا الخناقات والكلام ده ما بينهم زي ما هو كان بيسمع. فدايما بتكون النتيجه سلبيه، بيطلعوا الولاد ما عندهمش ثقه في نفسهم، عندهم عدم تقدير لذاتهم. ليه؟ لان هم ما شافوش التقدير ده في البيت. فدي يعني احنا لازم نراعي قصه انه لو احنا مختلفين احنا من الاول لازم نفهم ان احنا يا نتقبل بعض كده يا إما ندور على حل، يا إما يبقى من الأول المشروع ده ما ينفعش. علشان لما هيجي الولاد إحنا كده هنبقى بنتحمل مسؤولية ضخمة جدا، اللي هي بعدين كل الحاجات النفسية والمشاكل النفسية اللي بنقابلها دلوقتي في شبابنا دلوقتي بسببها. دوري على البيت، دوري الولد أو البنت ده عايشين إزاي أو كانوا عايشين إزاي، عايشين أسرة مفككة، أسرة مهملة، أسرة متسلطة، بكل دي عواقب مشاكل زوجية ومشاكل أسرية. فدي نقطة مهمة جدا إن أنا أراعي إنه مش هنبقى لوحدنا بعد كام سنة. كمان في نقطة مهمة ودي دايما بتكلم فيها مع المرأة، صح المرأة دلوقتي في زماننا الأب بيكون دايما مشغول أغلب الوقت سواء
بيشتغل طول الوقت بره، ممكن شغله واتنين علشان متطلبات الحياه، او مسافر، فعليها عبء، عبء كبير. بس ما ننساش ودايما نقول كوني له انثى يكن لك ورجلا، دي مهمه جدا. وقت ما يبقى فيه مسؤوليه عليا انا اشيل المسؤوليه، لكن في وجوده، لما واحده يكون زوجها موجود ومستمر معاها طول الوقت، ليه انا اخليه يعني ينسى بعض المهام بتاعته ويتكل عليا في كل حاجه؟ هو بعد كده هينسى اصلا ان انا ست. لا، عشان لو حاجه بتتشال بتتشال بايدين انا وهو. بالظبط كده. ما ينفعش انا اللي ابقى سباك، وانا اللي ابقى سواق، وانا اللي بجد يعني في مشاكل كتير بتجيلي هي كل حاجه. احنا بنضحك فعشان احنا مجربين الحاجات دي. طب دكتور، انا عايزه من حضرتك نصيحه لمشاهدينا، للبنات اللي مقبله على الزواج وما تعرفش يعني ايه زواج، فاكراه ان هو طرحه وفستان وفرح وخلاص. نصايح عشان نكمل حلقتنا الجايه، هنتكلم عن بعض انماط الازواج إن شاء الله. وهنتكلم بامر الله كيف نتغلب على المشاكل الزوجيه في حلقتنا الجايه الاسبوع الجاي ان شاء الله باذن الله. فعايزه من حضرتك نصائح عشان نختم بيها حلقتنا. للبنات اولا، لازم تعرفي ان الجواز مش بس شهر عسل ومش بس فرح. لازم تنتقي الزوج الصالح اللي رب يعني الرسول عليه الصلاه والسلام قال انه اذا جاءكم من ترضون دينه فزوجوه. دينه وخلقه الاثنين، مش مهم الفلوس بس، مش مهم. مطلوب ان يكون امكانياته تتيح حياه كريمه، بس ما تكونش هي رقم واحد. للرجال انه يكون بيدور برضو على الزوجه الصالحه. طيب للاسف وقت حلقتنا خلص، وان شاء الله هناخد نصائح كتيره من حضرتك الحلقه الجايه. انتظرونا ان شاء الله، ومعانا الدكتوره ايمن يوم السبت الجاي الساعه 5. الى اللقاء في حلقه جديده ان شاء الله.